بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض زراعة اشجار الفاكهة على السطوح. هنشوف النهارده ايه التربة اللي احنا بنستخدمها وايه الاواني اللي بنزرع فيها. احنا طبعا بعيدا عن شجر الورد، احنا زي ما احنا شايفين احنا معانا ده شجر جوافة اهوت، وزي ما احنا شايفين هو مزروع في براميل. البراميل ديت التربة اللي مزروعة فيها هنقولها دلوقتي. طبعا احنا شايفين دلوقتي ده شجر جوافة اهوت، يعني ده الشجر ده السنة اللي فاتت كان طرح جوافة، ثمرات جوافة كويسة جدا. شايفين ده برضو شجر رمان، وده من الأشجار برضو اللي بترمي ثمار كتيرة جدا، وهي أو حتى لو حجم الشجرة مش كبير برضو زارعينه في براميل زي ما احنا شايفين اهوت. طبعا بنزرع معاه بعض الخضروات زي الكوسة زي البصل زي النعناع معاه في نفس البرميل. شايفين كمان دوت شجرة التين برضو مزروعة في برميل، برضو الشجرة دي السنة اللي فاتت كان فيها ثمار كتيرة جدا. أيضا زارعين شجر ليمون في برميل برضو أهو. الشجر الليمون من الأشجار اللي متبقاش حجمها كبير وبتطلع ثمار كتيرة. زارعين كمان شجر العنب، برضو العنب يعني مطلع معانا ثمار، واحنا شايفين الثمار اهيت على ايد العنب اهي. كمان مطلع على ايد فوق اهي. زارعينها برضو في برميل، وزارعين مع بعض أشجار الطماطم. زارعين كمان أشجار الكمثرى، برضو مطلع بعض الثمار اهي لسه في البداية، مش عارف تكون ظاهرة كويس ولا ايه. وبرضو زارعين مع أشجار الطماطم في البرميل برضو. زارعين كمان التين الشوكي من الاشجار اللي بتطلع ثمار كتير جدا، وما بتحتاجش يعني مجموع جذر كبير خالص، وده ما احنا شايفينها يعني هتطلع معانا مجموع ان شاء الله كويس جدا، هنوريكم بعد كده. طبعا احنا عايزين نقول ان ايه هي الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الزراعه. الرمان زي ما احنا شايفين اهوت منور كله، مطلع النوره بتاعت الثمار اهوت. التربة اللي احنا بنستخدمها في الزراعة عبارة عن البتمس مع رمل. البتمس ده طبعا بيتباع في عند اي حد بتاع بذور او كده، بتمس مع بعض الرمل والتربة اللي هي العادية. وطبعا النسب ممكن نستخدمهم بنسبة 1:1:1، او بنسبة البتمس 2 والرمل 1 والتربة العادية 1، او ممكن نستخدم الرملة العادية مع البتمس بس. وطبعا ممكن نستخدم الرمل بس، لكن البوتموس ميزته انه بيدي فيه قيمة غذائية عالية جدا جدا، وبيدي مجموع خضري كبير خالص في اقل مجموع جذري، لان هو عبارة كله عن جذور نباتات بتبقى مستوردة، بتبقى شكير مستوردة، الشكارة فيها 50 كيلو، بتتباع في عند الناس بتوع البذور. طبعا بيديك في الاخر منظر جميل خالص على السطوح عندك، بيديك منظر تحب تشوفه باستمرار. زرعين الجهنمية هي كمان، اي حد عنده اي استفسار في اي حاجة في المجال دوت ان شاء الله نجاوبكم عليها من خلال التعليقات على اليوتيوب. كان معكم رضا الهادي، اشكركم لمشاهدتكم، شكرا والى اللقاء.